وكسترونج اندبندنت وومن، فانا شايفه ان في كتير يعني ستات بقت مستقله بحياتها وبقت قادره ان هي يعني تعمل اللي الراجل بيعمله يمكن اكتر. انا شايف ان ده تقليد غربي لافكار غربيه ما لهاش علاقه لا بمجتمعنا العربي ولا بديننا. سترونج اندبندنت وومن حاجه كويسه خصوصا في الوقت الحالي، لانه اي واحده لازم يبقى عندها ثقه بنفسها ولازم تبقى معتمده على نفسها عشان تقدر تمشي الدنيا. يعني تقليد اعمى للغرب، عشان خاطر احنا عندنا كثقافه عربيه او ثقافه اسلاميه احنا المراه لها مكانتها. الست مش شرط عشان تثبت ذاتها يبقى النجاح بتاعها نجاح مادي او النجاح في الكارير، ممكن النجاح بتاعها عند ربنا انها يعني تربي اسره صالحه. لا انا شايفه ان هي زي ترند كده بيطلع كل شويه وخلاص بينتهي، يعني ما اعتقدش ان مجتمعنا اصلا هيقبل بحاجه زي كده. لا حاجه مختلفه عننا شويه، حاجه جديده كمان، في انفتاح على الغرب من غير حدود ولا قيود. ففي بقى الناس اللي هو الشباب في السن الصغير ما بيبقاش فاهمين ايه اللي بيشوفوه، فهم بيقلدوه من غير ما يبقى عندهم مرجعيه لا دينيه ولا الاهل شايفين هم بيقلدوا ايه. السبب رئيسي السوشيال ميديا، طول ما احنا بناخد الحاجات دي من الغرب احنا بناخد بس منهم للاسف السلبيات، بنبصش على الموضوع كله، ودي فكره سيئه طبعا ما تتمشيش مع مجتمعنا العربي.